ولا زلنا معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري، ونتابع مع حضراتكم الآن هذه اللقطات الحية لتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا سيد سفيان أبو زيد، وزير فلسطيني سابق من غزة. سيد سفيان، بعد التحية، استمرار القصف على غزة كما نتابع الآن وتجاهل كل الدعوات لوقف إطلاق النيران، كيف تراه؟ ليس هناك أي قبول من قبل إسرائيل أو أي استعداد لكي توقف إطلاق النار في غزة، ولا تفكر في هذا الأمر، بل هناك استمرار وتصاعد في وتيرة الهجمات الإسرائيلية على البيوت والمنازل السكنية في غزة. هناك أعداد كبيرة من الشهداء تتزايد، هناك حجم دمار باهظ في تصاعد مستمر، هناك أزمة إنسانية كبيرة توشك على الانفجار نتيجة النقص في المواد الغذائية الأساسية، ونتيجة النقص في المياه، ونتيجة النقص في انقطاع الكهرباء. وباختصار شديد، يعني الحديث عن وقت إطلاق نار هو أمر يعني ليس في القاموس الإسرائيلي وفقا لسلوكهم على الأرض على الأقل حتى الآن. نعم، هذا أيضا يعني مع رفض دخول أي شكل من أشكال المساعدات وحرمان القطاع من المياه والكهرباء وغيرها، إلى ما ينوي يعني الجيش الإسرائيلي بذلك؟ يعني واضح أن المخطط هو تهجير الفلسطينيين عن أرضهم مرة أخرى، خاصة في مناطق شمال قطاع غزة، وليس مضمون أن يقتصر الأمر على مناطق شمال قطاع غزة، ربما إذا ما أنجزوا هذه المهمة سينتقلوا إلى ما تبقى من القطاع، ولكن هذا أمر يعني شبه مستحيل. لا يمكن أن يقبل أي فلسطيني أن يرحل عن أرضه، يفضل أن يموت في بيته ويدفن بين ركام تحت ركام منزله على أن يهجر مرة أخرى إلى أي بقعة في العالم، سواء كانت سيناء أو أي مكان آخر. ولكننا في هذا المجال نثق بالموقف المصري، ونثق بموقف الرئيس السيسي الذي يرفض رفضا قاطعا قبول هذا الأمر، رغم كل الضغوط التي يتعرض لها وتتعرض لها مصر، ليس فقط من منطلق المصلحة المصرية والأمن القومي المصري، بل أيضا من أجل مصلحة الفلسطينيين وقضيتهم الوطنية ألا يهجروا عن أرضهم ويتركوا بيوتهم. نعم، هي إذن الفكرة من أجل القضاء على القضية الفلسطينية ككل يعني، وهذا ما تنادي به بعض الأصوات عبر بعض منابر الإعلام، لكن هناك رفض بالتأكيد من الجانب المصري، وأيضا الجانب الفلسطيني يرى أنه يعني برحيله عن أرضه فقد انتهت القضية. نعم نعم، لا يعني لا يمكن. هو ما يحدث ليس حربا ضد حماس أو ضد الجهاد أو ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، هو ما يحدث هو حرب إبادة بصراحة، هو يستهدف المدنيين، يستهدف البيوت، يستهدف الإنسان والحجر والشجر، ولا يستهدف ناس معينين. وإذا نظرت إلى قائمة الشهداء الضحايا الذين سقطوا خلال 13 يوما من الحرب من العدوان، ستجد أن الغالبية العظمى منهم هم من الناحية العملية من المدنيين ومن الأطفال، وبالتالي هذه ليست حرب ضد تنظيمات مسلحة، هذه حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، تقود، هم يعتقدون كذلك، تقود في النهاية إلى أن يجبر الشعب الفلسطيني إلى ترك أرضه، وتبقى غزة خالية من السكان سوى القليل منهم الذي لا يشكل خطورة على إسرائيل. ولكن هذا الأمر هو يعني شبه مستحيل، ولا يمكن أن يحدث
ولا يمكن أن يقبل فيه أي فلسطيني. بالتأكيد سيد سفيان، يعني الحقيقة أن مصر بتبذل جهود دولية كبيرة جدا وتتواصل مع عدد كبير من الأطراف، ويوم السبت القادم موعد انعقاد قمة سلام في القاهرة من أجل فلسطين. هذه القمة يحضر عدد كبير من الرؤساء العالم، لكنه إلى ما تطمحون من هذه القمة؟ ما يعني ما تسعوا إليه من مخرجات هذه القمة؟ يعني اي فلسطيني يعيش في غزه الان هو يبحث عن شيء، عن شيئين. الاول وقف العدوان، صحيح. عن ضد شعب فلسطيني في غزه، والامر الاخر هو ان تدخل المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه لكي يستطيع ان يتوفر قليلا من الماء وقليلا من الخبز لمن بقوا، نعم. أو من سيبقوا على قيد الحياة. نعم. والحقيقة أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأكد فيه أنه سيتم يعني فتح معبر رفح لدخول المساعدات خلال فترة وجيزة. هذا صحيح، وهذا أمر إيجابي أن تدخل المساعدات. أعتقد أن تم الاتفاق على أن تدخل المساعدات، تدخل 20 شاحنة فقط في هذه المرحلة، على أن لا تصل هذه المساعدات إلى شمال قطاع غزة. يعني بمعنى هم وافقوا على دخول هذه المساعدات ولكنها بشروط. هذا أمر كمرحلة أولى، هذا أمر جيد. المهم أن تدخل مساعدات، وأن يستمر فتح معبر رفح، وأن أيضا يتم إخراج الناس أصحاب الجنسيات المختلفة المقيمين خارج غزة، وفي نفس الوقت السماح للمرضى المصابين لتلقي العلاج في جمهورية مصر العربية. نعم سيد سفيان، صف لنا الأوضاع في القطاع يعني مع كل هذه الظروف الصعبة. يعني الظروف أو الأوضاع في القطاع، هو هناك عمليا اكثر من نصف مليون فلسطيني هم يعيشون في المدارس، مدارس الوكاله ومدارس الحكوميه، دون اي خدمات تذكر. لا توجد خدمات تذكر في هذه الاماكن، وبالتالي هم ينقصهم الماء وينقصهم الغذاء، وحتى قضاء حاجتهم الإنسانية ليست متاحة في كل الأحوال. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هناك من اضطروا إلى اللجوء من مناطق مختلفة، مناطق تعرضت إلى قصف أكثر شدة، ولكنهم أيضا لا يجدون طعاما سوى القليل الذي يكفل لهم فقط أن يعيشوا، أن لا يموتوا من الجوع. بمعنى لكل إنسان يتوفر له شربة ماء وقطعة من الخبز، ليس رغيف من الخبز، العيش الذي تسمونه العيش، ليس رغيفا من العيش بل جزءا منه لكي يكفي حاجة الباقين. وهؤلاء يعتبروا محظوظين، لأن الغير محظوظ هو الذي يتعرض إلى القصف ويهدم بيته فوق رأسه ويموت تحت الركام. نعم. مع هذه الظروف الصعبة ومع السعي لتفتيت الداخل الفلسطيني، هل يمكن أن نرى وحدة قريبا داخل فلسطين؟ يعني هذا إذا بقي شعب فلسطيني يتحدث عن وحدة، ما الذي يحدث هو إبادة. يعني أعتقد أن الحديث الآن عن أمور سياسية هو أمر غير قابل بالمطلق في للتطبيق في هذه المرحلة. نعم سيد سفيان، كيف ترى الموقف الدولي وتحديدا موقف الولايات المتحدة الأمريكية مما يحدث الآن؟ يعني هذا موقف مجحف، موقف منحاز، أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لتقتل الشعب الفلسطيني، وفتح لهم المخازن، مخازن الأسلحة، مخازن القنابل، وقال لهم اتفضلوا
افعلوا ما تشاؤون. حتى مع اعلان باختصار شديد، نعم حتى مع اعلان الرئيس الامريكي انه سيخصص 100 مليون دولار لغزه، هذا الاعلان كيف تراه؟ ما هو الاعلان؟ لم اسمع جيدا. عن تخصيص 100 مليون دولار لغزه. 100 مليون دولار ولا 100 مليار دولار؟ يعني 100 مليون دولار لن يفعلوا شيئا. وحتى اذا استمر هذا القصف وهذا الهدم لن يكون هناك لحتى 100 مليار لن تكفي الى اعاده بناء غزه. يعني هذا امر ثانيا، الحديث الان هو على اعمار غزه او الحديث هو عن انقاذ حياه الناس في غزه. صحيح. الحديث يجب ان يتركز على الان على وقف القتل الممنهج الذي يمارس ضد اهل غزه، هذا هو المطلوب. اشكرك شكرا جزيلا سيد سفيان ابو زيد وزير الفلسطينيه السابق، كنت معنا مباشره من غزه.